مرحبا بكم في حدث وحديث. ممكن الفقره دائما منتح فيها فرصه للحديث عن كثير من مشاكل الكره السودانيه في كثير من المواقع، ومن هذه المواقع مدينه مدني الزاخره في كره القدم، والتي قدمت الكثير من النجوم للكره السودانيه وعدد من الانديه التاريخيه في مدني، كانت مدني بعيده عن موقع الطبيعي من خلال غياب سيد الاتيام، غياب الرومان الاتحاد المدني واهلي مدني، وغياب كذلك جزيره الفيل عن الوجود في الدوري الممتاز. وان كان نادي الجزيره نزل للدرجه الثانيه، مستوى كان يعني بعيد عن مستواه السابق كواحد من الفرق المميزه التي كان لها باع في الدوري الممتاز، لكن يبقى الكثير من المشاكل داخل ارضه هذا النادي التي وصلت للاتحاد المحلي والاتحاد العام، ومشاكل مع لجنه المسابقات. نريد ان نلقي ضوء حولها مع ايمن علي سعيد المدير التنفيذي لنادي جزيره الفيل وعضو مجلس الاداره. مرحبا بك في قناه الهلال الفضائيه في حدث حديث. مرحبا بك الاخ النذير، او مرحبا بقناه الهلال، وشكرا لكم ما قاعد تقصروا، وكل الشكر للتيم العامل. مرحبا بك. مرحبا بك ايمن. ايمن طيب، بدايه خلينا نتكلم انه قضيه جزيره الفيل مدني كان مهتمه اهتمام شخصي سعاده الفريق عبد الرحمن سير الخدم الله يرحمه قبل الوفاه، يعني كان كذا مره اتصل علي قال لي انه جزيره الفيل نادي عريق وكذا ولازم تعمل اضافه، فنحن نترحم عليكم كان برضه نعزيكم في فقد يعني الجميع. ربنا يرحم له ويرحم كل الرؤساء بتاعنا الانديه والاداريين الافذاذ في النادي، ربنا يرحمهم ويرحم الشهداء، ورحمه ربنا على كل الفقد عبد المنعم عبد العال وكل الرياضيين في السودان وفي مدني، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. ربنا يرحمهم جميعا. ايمن، بدايه مشاكلكم عليه في المسابقات، كان كلام عن الموضوع من قبل بثلاث اربع شهور تقريبا، وعن انه كان في يوم حد يوم 30 انتظار لخطاب معين، فعدم صحه المعلومه الماده 20، كان في ضغط كبير جدا حول هذا الموضوع. في النهايه يعني نادي الجزيره ابعد من البطوله وبقرار لجنه المسابقات. اول شيء لجنه المسابقات اتحملت على النادي كثير. لجنه المسابقات بعد 40 يوم اصدرت القرار بتاعها عدم صحه المعلومه. صحة المعلومة هي كان قرار لجنة اللعيبة غير الهواة، اطلع قرار بانه اللاعب ده ما يسجل ولا يلعب في اي نادي الا يسدد العقوبة بتاعته. طلع القرار وقلنا نحترم لجنة المسابقات، وطلع القرار عدم صحة المعلومة. مشينا قدمنا استئناف، حصل في الاستئناف تأخير شديد، حصلت معاكسات شديدة من لجنة المسابقات، أخرت الكورة، غيرت الأستاذ، ما اخترتنا بحاجات كثيرة، ما اخترت المراقب الإداري، يعني حصلت حاجات الواحد بيحس إنه في قصد من لجنة المسابقات. القصد ده وصل لحد ما استمر، لحد ما نزلونا من الوسيط. اتكلمنا عنه كثير ولسه لازمنا نتكلم عنه، إنه لجنة المسابقات يعني احنا دارين منها العدالة، ما دارين منها حاجتان. يعني الليلة نادي كبير زي نادي جزيرة الفيل زي ما قلنا تأسس 34، أبسط حتة زي دي يعني اشتغل بالقوانين واللوائح بتاعتك، ودي المحيك حقه والغلطان قول له انت غلطان. ده كان كنا بنطالب بالمره فاتت وبنطالب بحسي بان احنا والله عندنا ظلم حاصل عليهم اللي انت الظلم بتقدم استئناف. مشينا قدمنا الاستئناف، حصلت معاكسات كميه في الاستئناف. لما طلع الاستئناف طلع الاستئناف بايد قرار لجنه المسابقات. بايد القرار بتاع لجنه المسابقات وبيعتمد على المادة 20 فقرة 7 ثانية. لما نيجي نفتح اللوائح ونشوف الفقرة 20 مادة 7 ثانية بتتكلم عن في حالة صحة نتيجة مباراة. وكمان في حاجة لجنة المسابقات عملت 22 خطأ فني قصاد نادي جزيرة الفيل، وكل مرة كان بيتكلم السيد حسين أبو قبل كل الاحترام والتقدير بأن والله فعلا غلطنا فعلا غلطنا، لكن الغلط وصل 22 مرة. وجينا برضو تواصل في الاستئناف، يعني انت ما ممكن انا مشتكيك في صحه مشاركه لاعب تعاقبني كلجنه استئنافات بقرار بتاع طعني في نتيجه مباراه. ابقى وايدت قرار لجنه الهنا رغم اننا قدمنا استئناف. يعني الاولى كان النظر في شكوى اللاعب نفسه، الشكوى اللي قدمت في لجنه المسابقات صحه المعلومه. لجنه المسابقات ما كلفت نفسها تشوف القرار بتاع لجنة اللعيبة غير الهواة هشنو وما اشتغلت به. لما جينا للاستئناف قال والله اللاعب تم 3 سنة، رغم انه القرار كان شهر 5 2018، ونحن كان شكوتنا في شهر 2020، يعني 3 سنة ما تم. كويس. ثانيا هي عدم صحة مشاركة،
في حاجه معليش يعني من ريخجينا له كل الاحترام والتقدير، احنا مشكلتنا ما معكم، الله ربنا يوفقكم ان شاء الله وربنا يقدمكم قدام لحد ما تصل الممتاز. احنا اشكاليتنا الاساسيه مع لجنه المسابقات ولجنه الاستئنافات ولجنه الانضباط اللي هي ظلمت نادي جزيره الفيل ظلم ما بعد ظلم، وكل نحن بنطلبه العداله، العداله وتطبيق اللوائح والقوانين. لما تجي انت في لجنه الاستئنافات تقول لي يا اخي والله انا ايدت قرار لجنه المسابقات، طيب ما هو غلط غلط، يبقى انت ايدته واستمدت على ماده، الماده اللي تكلمت عنها دي ما عندها علاقه اصلا بالشكوى. طلع القرار وقدر ما نحن عندنا حته ثانيه رفعنا للي القرار. الخطاب جاكم اخيرا وش؟ الخطاب جاء اخير بانه لا تم رفضه حسب الماده كده. في خطاب معانا ان شاء الله كمان نشوفه على الشاشه مع مخرجنا اثناء حديثك يعني. نعم. كويس. يلا. ده الخطاب صح؟ اي ده الخطاب. ايوه. معانا من الاتحاد السوداني لنادي الجزيره. اي ده الخطاب. طيب. في قانونيه مشاركه اللاعب محمد احمد محمد اسحاق روبي. روبي وهو طبعا محترف تقريبا. هو محترف نيجيري. نحن المره اللي فاتت في العالم فاتت تكلمنا عن اللاعب ده. انه الليله يا لجنه المسابقات السودان كله عارف انه اللاعب ده كان وين ومشى وين وسافر وجا راجع، واللاعب ده اصلا عنده عقوبه عليه. لما اللاعب ده مشى من هاشم سنار، لو مشى من هاشم سنار كويس وطلع رجع نيجيريا وجا راجع سجل، لما جه سجل في مريخ الجنينه لحد هنا لجنه المسابقات لجنه الاستئنافات ما دارت ترد لنا على انه نحن والله راجعوا اللوائح والقوانين المواد اللي نحن كتبنا لكم في الشكوى، الماده كده الماده كده الماده كده. شالوا الكلام ده كله خدته على جنبه، عملوا الحاجه اللي في راسهم. ما في الاخر حاولنا نعمل نستانف نطلع طلب فحص بتاع استئناف، حصلت لنا معاكسات. معاكسات منو؟ معاكسات اول حاجه من رئيس النادي. معاكسات رئيس نادي الجزيره ذاته؟ اي رئيس نادي جزيره الفيل. حصلت لها معاكسات من رئيس الاتحاد المحلي اللي هو رئيس لجنه اللعيبه غير الهواء الاستاذ معتصم عبد السلام له كل الاحترام والتقدير، ورئيس النادي له كل الاحترام والتقدير. كويس. حصلت معاكسات تسببت في انه نحن ما نعمل طلب الفحص. يبقى نحن كده نزلنا للوسيط. من الوسيط للدوري العام. لما حصل الكلام ده نحن رفعنا شكاوي كثيره، كنا استاذ النذير من خاطب الاتحاد المحلي الامين العام عن طريق الايميل. كويس. وشوف لحد الفتره دي بيعاملوا معنا في السيستم ولعيبتنا سجلوا في السيستم او بيتعاملوا معاهم معامله وسيط لحد ما طلع قرار الاستئناف وكان المفروض نعمل قرار طلب الفحص ولسبب المعاكسه دي ما قدرنا نعمله. نزلنا الدوري العام. كنا لما نقعد نشتكي ونرسل الخطابات للايميل بتاع الامين العام انه نحن والله عندنا مشاكل وعندنا شكاوي وعندنا اعتراضات، كان الشخص اللي في الاتحاد العام ده اللي بيستلم الايميلات دي بشيل ببلغ بها الجهات اللي احنا مشتكيين منها. يعني احنا قبل كده قدمنا شكوى ضد رئيس النادي وضد رئيس الاتحاد المحلي. قبل ما الشكوى تمشي لقدام دقوا لهم تليفون وراهم قالوا لهم والله ايمن ده مش اشتكاكم. يعني قصدك انه في علاقات داخل الاتحاد او ممكن تبقى حاجه هي ظاهره الامور بالسير يعني او بالسير. والله هي ظاهره. انا الكلام ده على مزوليتي والايميل قاعد موجود. بعتنا ليون ما ردوا عليه لحد الليله. كويس. جانا اتصال بانه شنو عرفوا انه نحن اشتكينا، في حين انه الامين العام ده امين عام للكل. لكل الانديه ولكل الناس. صح. كويس. يبقى في الحته دي نحن عندنا ظلم حصل ضده. كويس. استمرت المشاكل في النادي، كانت داخل النادي في الاجتماعات، اتطورت لبرا النادي بسبب رئيس مجلس الاداره اللي هو رئيس النادي. طيب انا حاجيك مشاكل نادي الجزيره في، لكن قبلها محمد اسحاق روبي اللاعب اللي هو في مريخ الجنين مثار الشكوى بتاعتكم يعني تقريبا قبل ايام شاهدنا انه اللاعب ده سدد الحاجه اللي كانت عليه وما عنده مشكله، يعني الدليل انه في صوره معانا يمكن السيد حسن برقو هو بيحل في مشكله اللاعب والصوره انتشرت في السوشيال ميديا، ده يعني اللاعب ما عنده مشكله يعني. فما اعرف مثار الشكوى كان او الخلل كان وين في 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 الشكوى المقدمه للجزيره، ولماذا المسابقات هل هي صحيحه ام ليست على حق في كلام في شكوى اللاعب؟ والله هي قبليها يوم 24/5 طلع قرار من لجنه الانضباط بانه تم منح اخر فرصه للاعب ده يوم 30/4 انه يسدد الرسوم. وانه يوم 30/4 فاتت وتم ايقافه. طيب
كونه رئيس الاتحاد المحلي لمريخ الجنين يقوم يساعدون. نعم دي الصوره يمكن على الشاشه اللي هو هاي دي الصوره اللي لعب محمد حاج رومي وابدا فيها اللاعب سعادته بانه تم الموضوع ده كان مرهقه. ايوه مرهقه كثير يعني تقريبا 2500 دولار تقريبا هي 2500 دفع له حسن برقو. حسن برقو نعم. هو جدا كونه يساعد نادي ده مع شغله في الاخر ده النادي بتاعه، لكن ده بياكد انه الشكوى بتاعتنا صحيحه. تمام. طيب الليله كان بيحصل شنو لو كان الليله ما ادوك فرصه لجنه الانضباط ادت فرصه لحد يوم 30/4 انه اللاعب ده يسدد القروش. انا غايته انا بشوف انه ده تكسير لقرار لجنه الانضباط وتكسير للجهات العدليه في الاتحاد اللي هي ظلمتنا وبدت تظلم ناس ثاني. الليله لما تقول انا اخر فرصه يوم 30/4 اللاعب ده لو ما سدد انا بوقفه. طيب هل سددت قبل 30/4 متاخر؟ بعد تقريبا يعني الصوره دي كان يوم 29/6 يعني بعد شهرين من 30/4 تقريبا والقرار كان يوم 24/5 يعني الدوم فرصه لحد 30/4 وعام من 30/4 ل 24/5 دي فرصه كافيه جدا كان ممكن يدفعوا فيها الغرامه يمرقوا من المعضله دي. يبقى كده الشكوى بتاعتنا اللي تقدمت صحيحه. ليه؟ لانه كان سبب الرفض بتاع عدم صحه المعلومه. عدم صحه المعلومه يعني ليه لا يبتكر رئيس بتاع اتحاد محلي ورئيس لجنه اللعيبه غير اللي هو ما هذا برجو وقف مع مريخ الجنينه حل لهم مشاكلهم اتكر رئيس اتحاد محلي ما تحل الانديه بتاعتك كان رئيس اتحاد مدني اي الاستاذ محتسب عبد السلام له كل الاحترام والتقدير رئيس انت ما تحل المشاكل اقف معهم صراحه ان احنا لقانا رفض من رئيس الاتحاد المحلي ومن رئيس النادي بعدم حل اي مشكله خاصه بالنادي. طيب عرفنا رئيس الاتحاد المحلي رئيس النادي ماله اللي هو طبعا السيد حمود عجاج تقريبا وكان عثمان حمد اللي هو وانا حسب معلوماتي البسيطه انه هو يعني في طلب سحب الثقه من رئيس النادي وانت الان مدير تنفيذي النادي في خلاف كبير جدا معناه داخل الان اذا كان مدير تنفيذي وفي في خلاف مع رئيس النادي معناه في مشاكل كبيره في النادي داخل رغبه النادي. والله نحن في كره القدم دينها عندنا حاجه اسمها المؤسسيه اللي لما تجي انت تشيل تحيل مكتب تنفيذي او تغيير عضو بتاع مجلس اداره او تجمد نشاط نائب الرئيس واحد من الضباط الاربعه بتقعد مع مجلس الاداره وبترفع القرار للجهه المختصه. نعم. لكن لما نشيل القرار ويدي للاعلام ويرفعه للاتحاد المحلي هم جهه بتاعت اختصاص كويس يبقى في حته دي تجاوزت قوانين كره القدم وتجاوزت القوانين بتاعت الفيفا واللوائح الثانيات كويس. مشينا استاذ محتز قعدنا في الاتحاد المحلي قالوا يعملوا جلسه نحن ساعه مشينا عشان نسحب الصيغه ونكون لجنه بتاع التطبيع. قعدنا مع الاتحاد المحلي واجهتنا حاجاتنا انا بتكلم بصراحه واجهتنا مشاكل داخل اللجنه بتاعت الصلح اللي قادر يعملوها هي ما لجنه الصلح بتاع السحب صيغه كويس لجنه السحب الصيغه اول قرار قالوا لنا لو مشيتوا الفيفا دفعتوا 20 مليون دولار ما بظل بيشتغل بيكم ولا بتقدر تشيلوا رئيس النادي دي الحاجه الاولى. نحن رئيس النادي ما عندنا معه اشكاليه عندنا رئيس النادي ما قادر يدير النادي وبنفسه قال انا ما بقدر ادخل قريش واحد للنادي ولا بقدر ادير النادي وطالب انه والله الناس تقدم استقالات وقلنا خلاص تمام. لكن لما نجي نلقى انه رئيس النادي يعمل في خطوات زي دي فشل. ثانيا نزير عقب حاجه انك تاكل عرق اللعيبه. انت الليله بتقول ما عندك امكانيات جاتك الامكانيات ولحد الان الفريق مستواه هابط 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 لدرجه حينزل درجه ثانيه. السبب شنو؟ مرتبات مشاكل بتاعت لعيبه كويس كل الكلام ده نحن تكلمنا عنه وفترنا وبنمشي نستعين بالاتحاد المحلي بقفل الباب مننا. طيب يمكن الاتحاد المحلي شايف انتم معادين رئيس النادي وبالتالي هو يعني اصبح يحارب وحده في ظروف صعبه اقتصاديا كان اولا انكم تكونوا معاه ولا تكونوا ضده؟ السلطه اعلى من الجمعيه العموميه طبعا ما في. طيب لو الجمعيه العموميه تقدم 72 نفر ثلثين الاعضاء ويسحبوا الثقه من رئيس النادي ويقدموا الاجراء صحيح اول حاجه بقول لنا رئيس الاتحاد المحلي والله انتوا عندكم نظام اساسي كان عندنا حاليا ما عندنا بقول لنا لا تشتغلوا بقانون الشباب والرياضه. اول مره اشوف لي نادي بيشتغل بقانون الشباب والرياضه. طيب قانون الشباب والرياضه بيطلب في حال سحب الثقه ثلثين الاعضاء فقط لا يقول الاشتراكات يعني تلعب على القانون تدفع الاشتراكات. طيب الاشتراكات في ناس دافعين من ال 72 دافعين مستعدين يدفع يقول لك لا ما تدفع باس الرجع في الاخر يقول لنا والله انتوا الاجراءات دي ما حتكتمل بيتضايق كده بيقول لنا انتوا سايقين الناس بالخلا يعني ليله اذا كان ده ما انا براي بالمناسبه اغلبيه الناس عندهم مشاكل في الانديه بتاعت مدني وبيلجوا للاتحاد المحلي والاتحاد المحلي مكانك سر
ما قاعد يعالج بالذات مع جزيرة الفيل، ما قاعد يعالج في أي مشكلة. يعني ليلة جمعية عمومية جاتك طلبت منك الحاجة دي، قالت لك دار لجنة بتاع التطبيق، إذا كان في فشل إداري في مجلس الإدارة بتاع جزيرة الفيل، المجلس كله يمشي، نقدم استقالاتنا كأعضاء ونمشي، ما عندنا مشكلة. كويس. الحاجة الثانية، قدمنا شكوى يا أستاذ النذير للجنة الانضباط، مشيت أنا شخصيا تم استدعائي لموضوع برضو كان ممكن يقعدنا في الوسيط. دخلنا جوا، كانوا موجودين ثلاثة أنفار، واحد من الناس يا النذير مرق ده رئيس اللجنة، قاعدين نفرين. كان في مشكلة بتاع التفرقة العنصرية اللي هي تم الإساءة لنادي جزيرة الفيل بألم ترك يفعل ربك بأصحاب الفيل. اتصلنا الاتحاد قالوا ما في رسوم، رفعنا شكوتنا بطريقة رسمية. أنا لما دخلت الاجتماع بتاع لجنة الانضباط، دي لجنة عدلية داخل الاتحاد، كان الأزياء اللي بتتوجه لي قال لك منو ده مدير الكرة، ممكن في شافع شال تلفونه ضرب بيه. قلت له الشافع ده عرفني أنا أيمن، وعرفني أنا في جزيرة الفيل، وعرف وعرف الكلام ده كله. في الآخر الأزياء اللي جاي لي أنا لجنة الانضباط ما تم سؤالي عنه. السؤال اللي قالوا لي بعد ده، قالوا لي مشاكل رئيس النادي ليه؟ نحن رئيس النادي ما قصر، عنده فشل، قال مدير النادي يقدم استقالة، ده هو المجلس يمشي، نحن ذاته نقدم استقالتنا ونمشي. تجي جهة تانية تدير النادي ده بالطريقة العلمية الصحيحة وفي متوفرة. نادي جزيرة الفيل نادي جوا حي، نادي عريق جوا حي، باعتباره نادي أسري. أسري. أيوه. ابقى انت لحد هنا أقيف، أعمل ستوب، خلي غيرك يجي. ما معيب، ما معيب انك تمشي من النادي بسبب انك ما قادر تدير النادي، لكن العيب انك تستمر، الفريق ينزل من الدوري العام، والفريق ينزل من الدوري الدرجه الاولى وينزل للثانيه، وبالمناسبه رئيس النادي حلف طلاق ينزل النادي درجه ثالثه. طيب قبل ما نمشي للمشاكل الكبيره في نادي الجزيره، خلينا نختم معاك الجزيره دي. احنا اتكلمنا عن المشاكل الموجوده في نادي الجزيره وتكلمت عنها بشكل واضح جدا، لكن خلينا نختم معاك. طالب الصراع موجود، حيكون متضرر اكيد نادي جزيره الفيل، يعني النادي ولا سواء كان انت ولا رئيس النادي ولا اي عدد من الاعضاء في هذا الصراع الاداري. في رايك ما هو الحل للخروج من هذه المعضله حتى يمضي نادي الجزيره مستقبلا ويكون افضل؟ والله الحل نحن قلناه، الحل انه المجلس الحالي ده يقدم استقالته، تدعم اللجنه بتاع التطبيع بطريقه قانونيه، يجيبوا مجلس جديد، تدعي الجمعيه بالطريقه الرسميه، تقعد تشوف مشاكل النادي شنو تحليلها. نادي جزيرة الفيل مشاكله ما مال، كانت مال وتحلحلت مشاكل المال، مشاكله إدارة، مشاكله إدارة واختلاف مع اللعيبة. كويس. نحن ده الحل اللي عندنا. الحل الثاني نحن بنرجو من ثاني لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف ولجنة المسابقات إنه تنصف نادي جزيرة الفيل. ما دام السيد برقو ما قصر مع نادي مريخ الجنينة، يبقى أكيد بقراره العمل وده يبقى الشكوى بتاعتنا كانت صحيحة. نحن نقول لجنة المسابقات ولجنة الانضباط ولجنة الاستئنافات انه القرار بتاعكم كان ظالم لجزيرة الفيل. نحن ما طالبين حاجة، نحن مريخ الجنينة ما عندنا معه شغلة، نادي عريق وله كل الاحترام والتقدير ونتمنى له يمشي فوق للممتاز، لكن نحن طالبين حق من حقوقنا كنادي انه نحافظ على حقنا، نحافظ على مدني جزيرة الفيل، ونحافظ على الفريق بتاع جزيرة الفيل، واللعيبة التعبانين ومرهقين وبيتمرنوا ديل يصلوا لنتيجة. لكن طول ما نحن ماشيين متدهورين يبقى شنو؟ النادي حيمشي ينزل لأقعد من كده. طيب شكرا لك أيمن علي سعيد المدير التنفيذي لنادي جزيرة الفيل على هذه التوضيحات في مساء شكوى نادي الجزيرة، إنك حياة صيفة. عندي أول شيء بقدم الشكر لكل الإعلاميين والصحفيين في مدينة المدني البعانو، حاول اتصال بيسام على السيد لكن تلفونه بيدفعوا جيبون عشان يتابعوا الدوريات ويتابعوا الأخبار بتاعت الرياضة، وبعانوا أشد المعاناة لهم كل الاحترام والتقدير والشكر على نبي عيننا ده. يمشوا بكر عينهم، يركبوا مواطر، يركبوا مواصلات عشان يتابعوا موضوع الكرة بتاعت الغدم في مدني، والمعايقات بتلاقيهم لكن رغم ده مستمرين. بنوجه لهم شكر كبير لكل الإداريين ولكل الناس اللي في الأندية الواقفة مع جزيرة الفيل، وبنرحب بالأندية جات للدورة في مدني، نقدم لهم كل العون، وبنشكر طيب نشكر الإعلاميين في ولاية الجزيرة وفي مدينة مدني بالأخص، نقدم لهم كل الشكر. ونحن للمرة الثانية نحن دارين النادي يمشي، يجي مجلس جديد، يجوا ناس جداد يقيفوا مع النادي ده، يصلحوا بالطريقة العلمية وفي متوفرين وموجودين. كويس. الحاجة الثانية لجنة المسابقات تنصفنا،
بس دي الحاجه اللي احنا عندنا. جميل، شكرا ايمن علي سعيد المدير التنفيذي لنادي جيزه الفيل المدني، واتمنى كذلك انا في ضربه حره ان نشاهد انديه مدني تعود الى مكانها الطبيعي كانديه رائده على مستوى الكره السودانيه، وكذلك ان ينهض الاتحاد المحلي في مدني بدوره كامل، وكذلك حكومه الولايه في مدني حتى تساعد هذه الانديه مع الظروف الاقتصاديه الصعبه حتى تكون وتعود مدني الواجهه من جديد من خلال الوجود الطبيعي لها في الدوري الممتاز كانديه كان لها يعني صيت وشن ورنة في سابق المواعيد في الدوري الممتاز. كانت هذه فقره حدث الحديث عن مشاكل نادي جزيره الفيل المدني مع ايمن علي سعيد المدير التنفيذي، تواصل معكم في هذه الحلقه الجزئيه الاخيره، هي فقره اخيره صوره صوت مع واحد من المخضرمين في التعليق الرياضي، وكذلك لديه الكثير من الحديث في هذه الحلقه بعد قليل.